مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. لمح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى إمكانية تمديد الحجر الصحي بالمغرب لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك خلال تدخلاته عشية الاثنين في الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة بمجلس النواب، حول سؤال محوري للتداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار وباء فيروس كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة. العثماني دعا المواطنين إلى الصبر وضرورة الالتزام بالتدابير الحجر الصحية لمواجهة وباء كورونا، حيث قال: كنت منا وتزيدوا تلتزموا بالحجر الصحي وصبروا، راه ممكن نزيدوا جوج أسابيع وثلاثة ولا قاع أربع أسابيع أخرى باش نحاربوا الوباء ونحميوا بلادنا. وأكد العثماني أن الحكومة مجندة تحت قيادة الملك محمد السادس لتحمل مسؤوليتها كاملة كفريق واحد للقيام بما يلزم من إجراءات وتدابير واتخاذ ما يلزم من قرارات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. إلى اللقاء.